ومثل قضية الدفاع العربي المشترك. وهنا أرى أن القمة العربية الآن لها أهمية على شريطة واحدة فقط، أن يتحدوا ضد الإرهاب الداخلي والخارجي والصهيونية العالمية. يجب أن الدول العربية كلها تتجمع على كلمة سواء. ليه؟ عشان نصد الإرهاب. شفت سيادتك الإرهاب بيعد دول العالم، أمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا، فلازم الرؤساء وزعماء وملوك الدول العربية تجتمع لمجابهة الإرهاب القادم. نتمنى إن شاء الله أن القمة تناقش الموضوعات اللي هي بقت كتير جدا على الساحة، ويا ريت العرب نقدر نتوحد. يعني احنا مستنيين ايه تاني؟ خلاص الدول بتتدمر، العراق اتدمرت، سوريا اتدمرت، فنتمنى ان القمه يعني العرب يحسوا ويقدروا يوعوا للمؤامرات المعموله على العرب وعلى المسلمين، وياخدوا خطوات جاده كفايه لحد كده. يعني مش يعني هنقعد هنستنى ايه تاني؟ من آراء المواطنين في الشارع المصري إلى آراء المواطنين المتواصلين معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوني أقرأ على حضراتكم بعض من هذه التعليقات. الأستاذ أبو أدهم الحفني الشرقاوي يقول: السلام عليكم، أتمنى أن تكون هذه القمة نقطة تحول في مسيرة العمل العربي، لقد حان الوقت للملمة الشمل العربي والعمل على قيام الوحدة الحقيقية للدول العربية من أجل النهوض وإعادة بناء قوة الردع العربي لمواجهة الإرهاب ودول الشر التي لا تريد لأمتنا العربية والإسلامية سوى الدمار والانهيار. فعلى القادة العرب التنبه لهذا المخطط بتوحدهم وبالوقوف صفا واحدا ضد قوى الشر والعدوان. وفق الله قادة الأمة العربية والإسلامية لما يحبه الله ويرضاه، ولشعوبهما كل الخير والرفعة والازدهار. وشكرا أسرة برنامج همزة وصل، شكرا لحضرتك. تعليق الأستاذ كواعب البرهمي بيقول: إذا استطاعت الدول العربية في هذه القمة أن توحد الكلمة والصفوف وأن تنظر بعين المصلحة العامة للجميع وليس الأنانية، وأن يكون أول أهدافها حفظ الدماء العربية في سوريا واليمن والعراق وليبيا ومحاربة الإرهاب في الدول التي تتعرض له، وبحث حلول تتلخص في عدم دعم الإرهاب ماليا ومقاطعة الدول التي تدعمه، وأن يتم وضع حلول وخطط للتعاون سويا ككتلة واحدة، لا أن يقتصر الأمر على قرارات وتوصيات غير مفعلة، ولا يقتصر كذلك على اهتمام كل دولة بمشاكلها منفردة. فإذا لا تجلس الدول على مائدة الحوار ويكون الهدف التعاون الحقيقي والمثمر، فلا داعي للقمة العربية حفاظا على الوقت والجهد. نروح لتعليق آخر، أبو علي نصر علي خليفة بيقول: نتمنى أن تكون هذه القمة نقطة تحول في العمل العربي المشترك، نحن في زمن صعب، يجب على كافة الدول العربية والإسلامية لم الشمل وترك الخلافات بين الدول، لأن ما نواجهه الآن المقصود به كل الدول وليس مصر أو سوريا أو ليبيا أو تونس أو العراق فقط، لا وألف لا، الجميع مقصود. كما أدعو القيادة القطرية الشقيقة إلى التقارب مع مصر وغيرها، لا نريد التفرقة بين الأشقاء، إن كان يوجد خلاف في الرؤى يجب التفاهم فيه والتقارب، لأننا في النهاية أشقاء، وأي دولة تصاب لا قدر الله بمكروه هو إصابة للجميع. نتمنى لم الشمل العربي، ونحن جميعا رهن إشارة الدفاع عن أي دولة عربية، وندعو الله أن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية، كما نتمنى أخذ قرارات فعالة ذات رؤية مستقبلية للحفاظ على الأمن القومي العربي. يعني الحقيقة تعليقات كلها يعني بتدعو لتوفيق القادة العرب في القمة العربية، وبتحمل كلها آمال وتطلعات من أصحابها تجاه حل مشاكل العربية ومواجهة التحديات. عودة من جديد إلى التواصل مع عدد من المتخصصين عبر الهاتف. معنا الدكتور محمد صادق إسماعيل، وهو مدير المركز العربي للدراسات السياسية. كذلك معنا أيضا الدكتور عبد المنعم المشاط، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. تحياتي دكتور عبد المنعم. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني ربما أبرز التحديات التي تواجه الأمة العربية هي الإرهاب، يعني برأيك كيف يمكن للقادة العرب في هذه القمة أن يبلوروا رؤية لمواجهة الإرهاب، خاصة بعد إقرار قمة شرم الشيخ للقوى العربية المشتركة؟ يعني قمة شرم الشيخ أقرت بالحديث عن القوى العربية المشتركة، ولكن في حقيقة الأمر رؤساء الأركان العرب
قدموا ورقة مهمة لإعادة بعث هذه القوة، ثم لم نسمع شيئا عنها. وأنا الحقيقة أرجو أن يتبلور في مؤتمر نواكشوط المعايير الرئيسية لإنشاء هذه القوة العربية المشتركة. ده جانب. الجانب الثاني والمهم جدا أنه الدول العربية الحقيقة رغم أن الإرهاب يهددها أولا ويهدد دول أخرى صديقة لها، إلا أنها لم تتخذ سياسات موحدة إزاء الإرهاب. يعني المواقف العربية الحقيقة مختلفة، خصوصا فيما يتعلق بسوريا والموقف في سوريا. وكما تعلم فإنه يعني أنا أيضا أوجه رسالة للقادة العرب بعودة الحكومة السورية لاحتلال مقعد سوريا في الجامعة العربية. من غير المعقول أن تظل الحكومة السورية التي تحافظ على الوحدة السورية حتى الآن بصرف النظر عن تحفظاتنا على هذه الحكومة إلا أنها تحتل المقعد السوري في الأمم المتحدة، ولكنها لا تحتل المقعد في جامعة الدول العربية. التحديات كثيرة جدا. التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل وإيران وتركيا، هذا الثلاثي الذي يهدد أمن واستقرار الأمة العربية، ينبغي على الدول على القمة العربية أن تتخذ موقفا إزاء هذا التحالف الثلاثي. ثم الاندماج الاقتصادي العربي. العالم يمر بتطورات اقتصادية مريبة ومهيبة، والعرب لا يتخذون أي قرار يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية. هل من المعقول في القرن 21 أن تكون التجارة البينية بين الدول العربية 13% فقط من إجمال تجارتها مع العالم؟ غير معقول. وبالتالي أتصور أن التحديات كثيرة جدا، ليست سياسية فقط وليست استراتيجية فقط، وإنما أيضا اقتصادية واجتماعية. طيب احنا هنرجع يعني العربي تمام العربية. طيب هنرجع نتكلم مع حضرتك عن هذه التحديات وخاصة التحديات الاقتصادية، لكن هروح للدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية. يعني دكتور محمد، ربما يمثل التدخل الإيراني في المنطقة العربية وأيضا التدخل التركي وهذا التحالف الثلاثي ما بين إيران وتركيا وإسرائيل لإضعاف المنطقة وبث الفرقة والانقسام في صفوفها، والذي ظهر يعني مؤخرا في المنطقة العربية، كيف يمكن إذن للقادة العرب يعني مواجهة هذه التدخلات ونبدأ الانقسام فيما بينهم بشأن التدخل الإيراني أو التركي؟ نعم، يعني طبعا بعد التحية وتحياتي للدكتور عبد المنعم، اعتقد الايران تحديدا هي الاشكاليه الاكبر. بس الان طبعا احد البنود المدرجه في القمه العربيه الحاليه هي موضوع الجزر الاماراتيه، وهو موضوع قديم حديث، يعني يتجدد اللقاء فيه او يتجدد الحديث فيه مع كل قمه عربيه فيما يتعلق بحقيقه الجزر الثلاث للامارات وايران. لكن انا ارى ان موضوع التدخلات الايرانيه اكبر من موضوع الجزر الاماراتيه. نحن نرى ما يحدث في اليمن، واعتقد ان ايران هي اليد لها اليد الطولة فيما يحدث في اليمن. نرى ايضا ما يحدث في سوريا، واعتقد انها لها يد ايضا فيما يحدث في سوريا. نرى ايضا تحديات في شرق المملكه العربيه السعوديه، وايران لها يد في هذا الجانب. وبالتالي هناك مخطط شيعي ليس فقط داخل الامارات، لكن اعتقد داخل المنطقه العربيه باكملها. وبالتالي ايران هي انا اراها هي التحدي الاكبر فيما يتعلق بالابعاد الاقليميه العربيه. هذا من جانب. من جانب اخر فيما يتعلق باسرائيل تحديدا، ارى ان المبادره المصريه اذا تم تفعيلها او حتى اذا تم التوافق عليها فيما يتعلق بالقمه العربيه الحاليه، واعتقد ان بند فلسطين مدرج في اعمال القمه العربيه، اعتقد سيكون هذا من شانه يعني ان تكون هذه المبادره المصريه مفعله. لان اسرائيل عندما اكد بنيامين نتنياهو لسامح شكري وزير الخارجيه المصري فيما يتعلق بقبول المبادره المصريه، وانه على استعداد لكي يبدا صفحه جديده مع الفلسطينيين. لكن الاشكاليه سيد الفاضل ان فلسطين انت تتحدث عن فتح، تتحدث عن حماس. اذا كانت فلسطين لا تستطيع ان تكون يد واحده، فلا تطالب اسرائيل بان تكون هي مفوض. يعني اسرائيل نفسها تقول مع من اتفاوض؟ هل اتفاوض مع فتح ام مع حماس؟ وبالتالي الاشكاليه لدينا وليست لديهم. هم ادوا رغباتهم حتى وان كانت شكليه في الاستعداد للتفاوض، لكن الاشكاليه ما زالت اراها في فلسطين نفسها. ما زلنا نتحدث عن فلسطين حماس، وما زلنا نتحدث عن فلسطين فتح. اين يعني اين فلسطين الدوله؟ اعتقد لا ليست موجوده حتى الان. اما تركيا فلها شان اخر. اعتقد ان تركيا ربما تدخلاتها في الشؤون العربيه او في بعض الدول تحديدا، اعتقد ان تركيا لديها ما يكفيها. يعني
تركيا فلتشغل بالها بما يكفيها. اعتقد تركيا لديها انقلاب عسكري، لديها عربه، لديها ما يكفيها، وبالتالي اعتقد ان تركيا لديها ما يشغلها. لكن الاشكاليه الاكبر كما اكدت المعاليك في ايران. طيب انا هرجع لحضرتك اتكلم معاك في هذه النقطه من جديد، لكن خليني ادي الفرصه للدكتور عبد المنعم المشاط استاذ العلوم السياسيه جامعه القاهره مره اخرى. يعني دكتور عبد المنعم، حضرتك اتكلمت عن التحديات الاقتصاديه، سمعنا كثيرا خلال القمم العربيه السابقه عن مقترحات وامال بتشكيل السوق العربيه المشتركه، العمله العربيه الموحده، الاتحاد العربي الجمركي. يعني لماذا إذن حتى الان لم نجد هذه الاطروحات موجوده على ارض الواقع؟ يعني اولا يبدو ان الدول العربيه تفضل التعامل مع اوروبا والولايات المتحده الامريكيه واليابان والصين وروسيا اكثر من التعامل فيما بينها. واحد. اثنين، انه في رايي ان التكامل الاقتصادي العربي والسوق العربيه المشتركه والتي حدثت في اوروبا من قبل تحتاج الى اراده سياسيه جمعيه، اراده سياسيه جمعيه. ثلاثه، انه يبدو ان يعني عدم مساءله القاده العرب امام شعوبهم تؤدي بهم الى عدم الاهتمام بمصالح هذه الشعوب. الشعوب العربيه تميل الى التكامل الاقتصادي والتنسيق الاقتصادي فيما بينها، تميل الى حريه الانتقال وحريه الحركه كما تفعل الدول الاخرى، تريد التقليل من قيود الانتقال من دوله الى اخرى. هذه هي مصالح الشعوب العربيه المشتركه. يبدو ان لا توجد اراده سياسيه على المستوى الاكبر للاستجابه لهذه الطموحات. لكن يعني ربما تحققت يعني دكتور التكامل الاقتصادي. دكتور عبد المنعم العربي في التكامل الاقتصادي. تمام، ربما تحقق يعني هذا النوع من التكامل الى حد كبير في منطقه الخليج العربي. يعني لماذا إذن يعني يفشل القادة العرب في توسعة نطاق هذا التكامل ليشمل تكتلات اقتصادية عربية أخرى؟ لا زالت هناك بعض المخاوف من عملية انتقال الشعوب عبر الحدود فيما بين الدول العربية بعضها البعض الآخر. طبعا دول الخليج العربي وهي أعضاء طبعا في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية اتخذت قرارا بحرية الانتقال والتملك وإلى آخره، ولكنها أيضا لم تنجح بعد في الوصول إلى العملة المشتركة فيما بينها. وبالتالي أنا أتصور، وطبعا كان هناك مجالس أخرى إقليمية، مجلس شمال أفريقيا ومجلس الاتحاد العربي، ألغيت هذه جميعا. أنا أرى الحقيقة يعني، وأتمنى أن ينظر إلى هذا بجدية، إنه الظروف الراهنة تتطلب من القادة العرب تحويل جامعة الدول العربية التي أنشئت عام 1945 وتخططت التطورات الدولية إلى ما يسمى الاتحاد العربي على نمط الاتحاد الأفريقي، لكي يعني منظمة جديدة تستجيب لتطلعات الشعوب وتستجيب للتحديات الجديدة وتبنى على أرضية جديدة. يعني أعتقد أنه محاولات، طبعا أتمنى أن تنجح الجامعة الدول العربية وأن تتطور، لكن حقيقة الأمر يبدو أنه من الأسهل والأفضل والأكفأ والأسرع تحويل الجامعة نفسها إلى اتحاد عربي جديد. طيب. بروح جديدة، إقليمية جديدة. بشكرك أكثر من الجامعة الحالية. بشكرك الدكتور عبد المنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. عودة من جديد إلى الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور محمد، يعني هناك مقترح لآلية الاستثمار الزراعي العربي في السودان مقدم من الرئيس السوداني عمر حسن البشير. برأيك يعني هذا المقترح كيف يمكن للقادة العرب الوصول إلى صيغة بصدده تطبق فعلا للاستفادة من خصوبة أراضي السودان وتحقيق الأمن الغذائي العربي؟ يعني الفكره جيده في حد ذاتها طبعا، يعني فكره استغلال الاراضي العربيه فيما يتعلق حتى بالزراعه او شيء من هذا القبيل هي شيء جيد في حد ذاته. لكن الاشكاليه سيد الفاضل، وهي اشكاليه اشمل واعم، بمعنى ايه؟ بمعنى هل نجحنا من قبل في الاستناد الى قرار عربي مشترك؟ يعني ابحث كما اشار يمكن دكتور عبد المنعم في موضوع، يعني انا اركز على موضوع تعديل ميثاق الجامعه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان نحن نتحدث منذ عام 1945 عن قاعده الاجماع
هذه القاعده هي التي اعاقت العمل العربي المشترك منذ عام 45 حتى تاريخه، وبالتالي فلماذا لا نحولها الى قاعده الاغلبيه؟ يعني طبعا اي قرار في الجامعه العربيه يعني مقترح السيد عمر